السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا أين وصلت الأشغال بمستشفى مكافحة السرطان ببسيلة اللي راهي يعني في تطور. عملية الأشغال راهي يعني في تطور ملحوظ، يعني نسبة تقدم الأشغال ما شاء الله. إن شاء الله الأشغال تكتمل في بأحسن يعني لا بون فينيسيون بون فينيسيون. ولازم هاد لوفراج هذا لازم له ان ريفيتمون سيراميك ولا باش يعطي له الشكل يعني الشكل عصري ولائق ان شاء الله. نخليكم مع هذا الفيديو. السلام عليكم.